ليس كل عمل صالح يرفع. دقق في هذه العبارة، ليس كل عمل صالح يرفع. لابد لهذا العمل الصالح أن يطابق المواصفات والمقاييس كما نتحدث الآن. ليس كل مصل يصلي، هو صلى، لكن النبي يقول ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواتي عن محارمي. إذن حتى الصلاة هو صلى، ليس لكن كل ليست كل صلاة تقبل، هناك صلاة لا ترتفع فوق رأس الإنسان. كذلك الصوم، كذلك الحج، إذا حججت بمال أصله سحت حج إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. إذن لابد أن نتعرف على مواصفات العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ كيف أقيم أن هذا العمل صالح؟ العمل الصالح أيها السادة باختصار هو العمل الذي يصلح للعرض على الله. شو يعني عمل صالح؟ مو أنا اللي بقرره، ولا فلان ولا فلان. تعالوا إلا نتعرف على العمل الصالح وثلاثية المواصفات والمقاييس. هناك ثلاث مواصفات، إذا تحققت في هذا العمل كان العمل صالحا متقبلا عند الله. مرة ثانية، هل هناك أعمال لا تتقبل؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو: اللهم إني أسألك عملا، دقق، متقبلا نافعا. في عمل أنت بتظن أنه أنت عملت، لكن الله حذر في موضعين: وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. عمل لكن هباء منثورا. ثم حذر في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني مثال بسيط، الآن طالب الجامعة بيدخل في سؤال، هذا السؤال عليه إجابة محددة، عم يسألك كم عدد أعضاء الجسم، ما بصير تقول له والله العين عضو هام، في سؤال محدد له جواب محدد. صحيح المعلومة الثانية عندك إياها صحيحة، لكن مو هذا الإجابة المحددة. كذلك في العمل الصالح عند الله عز وجل، عشرات الذين يعملون أعمال صالحة، لكن هل هي بموازين الشرع صالحة؟ هل ترفع إلى الله عز وجل؟ إذن العمل الصالح ما كان صالحا للعرض على الله عز وجل. عندنا ثلاث مقاييس مجموعة في كلمة دنا، وهي يعني الدي ان اي تبع العمل الصالح، شو الأساس تبع العمل الصالح. له ثلاث شروط: العمل الصالح يجب أن يكون له دليل وفيه نفع ومعه إخلاص. دنا، له دليل وفيه نفع ومعه إخلاص، هدول ثلاثة إذا كانوا بالعمل الصالح عرف إنه إن شاء الله متقبل. طيب ماذا يعني له دليل؟ ليش في واحد يساوي عمل صالح بدون دليل؟ نعم، في ناس تعمل أعمال هو سمع إنه الناس بيقولوا إنه هذا عمل صالح، هل درس، هل تأكد من دليل هذا العمل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنسان في الحج يتهادى بين الناس يكاد أن يسقط، قال: ما بال فلان، هذا شو عم يساوي؟ قالوا: يا رسول الله، لقد نذر أن يحج لله ماشيا. هل هو بالنسبة له عمل صالح؟ هو بده يحج، لكن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا، هذا مو دليل. قال عليه الصلاة والسلام: مروه أن يركب، لا حاجة لله في أن يعذب نفسه. مو أنت اللي بتقرر أنه هذا عمل صالح، بدك تسأل الشرع: أنا بدي أقوم بعمل، هذا العمل صالح؟ ثلاثة بيجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا أصوم فلا أفطر، وأنا لا أتزوج النساء، أنا أقوم الليل فلا أقعد. عمل صالح لما مو عمل صالح، واحد يقوم الليل دائما، واحد يصوم دائما، بده ما يتزوج النساء، طيب هذا بالنسبة له عمل صالح. النبي ماذا قال؟ قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأقعد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا مو عمل صالح. لذلك اليوم للأسف
عشرات الفرق الإسلامية من مقتل سيدنا عثمان إلى اليوم، آلاف الفرق الإسلامية. منين نشأت؟ أنه أنا بقترع أنه هذا عمل صالح، أنا بقترح. أنا مسيلمة الكذاب ماذا فعل؟ أنه أخي صلاتين بدل خمسة. واليوم بنسمع عشرات الآراء، ساعة بلا حجاب، ساعة بلا ميراث، ساعة بلا قوامة، ساعة. طيب منين عم تجيب؟ معيار أن تقول هذا عمل صالح، عندك دليل؟ طيب أي والله أنا فتحت تحت القرآن وقريت. مو أنت اللي بتقرر، في علماء عم يشتغلوا بهذا الموضوع. بعض الناس بيستغرب، يعني أخي ليش دائما تربطونا بالمشايخ وبالعلماء؟ طيب يا أخي أنت اعتبر عامل الدين كما تعامل الطب. اسمعوا يا شبابنا، بعض الشباب أخي أنا حر، أنا بقرأ القرآن وأنا بفسر. قبل فترة كنا هيك في مجموعة، أنه يا أخي نحن القرآن الله يسر للذكر، نحن بنفهم. قلت له طيب تعال، الله قال والنجم والشجر يسجدان. شو يعني النجم؟ قال ايه ما بدي اثنين يحكوا فيها، النجم يعني في السماء. قلنا له رجعوا اذا بتلاقوا حدا من المفسرين قال النجم السماء، انا ما بعرف شو. النجم هو الشجر الصغير والشجر الكبير، الله يقسم بالشجر الصغير والشجر الكبير. وهذا مثال بسيط لغوي، ما بالك اذا فتت بكارثه في فهم الدين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هو طلع على باله أنه إذا أنت بتطيق الصيام ادفع فدية. إيش هو هذا التناقض بالقرآن؟ هو لا يعلم أن يطيقونه، أي الذين لا يطيقونه. عشرات الأمثلة، عشرات. بعض الناس بتسلع أنه أنا بدي أقول، طب أنا الآن عم أقول لك عامل الدين كما تعامل الطب. الآن بالطب بصير تأخذ دواء أنت لحالك؟ كتب الطب موجودة الآن، بفوت على كلية الجامعة يلي بتدرس طب إلا أعطيني كل الكتب خدها، بتصير طبيب؟ ما بيصير. أنت تقرأ لحالك ما بيمشي الحال. طب أنا بأخذ الدواء بقرأ الوصفة وأنا بعطي لحالي الدواء، ما بيمشي الحال. أنت لابد أن ترجع إلى طبيب. طيب إذا كما في الدين بدك ترجع إلى عالم. طب لما بتكون بالطب في عندك عملية كبيرة، في قلب مفتوح، في شرايين، في عملية بالدياب، أنت بتروح بتجيب مستشارين، كونسلتو، خبراء. كذلك في الدين لما بيكون الأمر كبير يجتمع العلماء. فأنت لما بتكون سؤال والله صلاة وصوم ووضوء سأل عالم عادي، لكن لما بيكون الأمر كبير، في عندك قضية كبيرة، في قضية تعنى بها الأمة جمعاء، لما يجتمع إليها العلماء. وانت ريح حالك مثل ما بالطب تسأل طبيب للقضية الصغيرة وتسأل أطباء للقضية الكبيرة، كمان بالدين اسأل عالم متخصص بجزئية معينة. لما الأمر بيكون عندك كبير يا أخي بعث لدائرة فتوى، لمجمع العلماء، لعشرة من العلماء المعتمدين في هذا الموضوع. أما والله أنا بحط رأي، تعالوا إلى صحابة رسول الله الذين كانوا مدارس. الآن سيدنا عبد الله بن رواحة يعلمنا درس رائع جدا، هو مدرسة. الله جعل الصحابة مدارس. عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل في غزوة مؤتمر، دقق الآن إنه والله أنا بحط رأيي وعمل صالح. في مثل هذا اليوم، كان يوم جمعة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يخرجوا إلى الجهاد، معركة، أمرهم أن يخرجوا قبل الفجر. جيش وهو قائد سرية من السرايا. صلاة الجمعة انتهى، النبي عليه الصلاة والسلام عم يصلي، التفت فإذا عبد الله بن رواحة عن يمينه. يا عبد الله بن رواحة ما أبقاك؟ أنا قلت الجيش يطلع الفجر، شو قاعد عم تساوي هون؟ الآن انظر إلى سيدنا عبد الله بن رواحة، هو يريد أن يعمل عمل صالح. قال يا رسول الله قد حضر ما حضر، وأردت أن أجمع معك، أن أصلي معك الجمعة، يعني لعلي روح ما أرجع، فحبيت يكون آخر العهد من الدنيا أن أصلي معك الجمعة. كلام رائع جميل صح؟ لكن أنت برأيك بدك تقول شو أعمل؟ لما بدك تستشير النبي شو العمل الصالح؟ صلاة جمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس أخي أنا هيك رأيي، هذا فهمي، ما في شيء اسمه رأيك، فهمك دين. الآن انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لصحابي جليل قائد معركة، يقول له يا عبد الله أتدري بكم سبقك أصحابك؟ يعني بده يطول باله شوي عليه. قال يا رسول الله إنما سبقوني بغدوتهم، يعني هن جيش وبده يمشي ببطء وأنا معي فرس، بكرة بسبقون، طلعوا هن الصبح أنا العصر بلتقي أنا وياهم. اسمع إلى غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن رواحة والذي نفس محمد بيده
لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة، والله لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم. شو ساوينا نحن؟ تأخر ساعة بس. هذا بالعلم العسكري مو بكيفك، في بالثواني بالعلم العسكري أنت تكون هون بالدقيقة الفلان ما بصير مع الثانية، بجوز تنتهي البلد. فالآن يلي بيظن بعض الشباب أنه والله أخي أنا أخذ رأيي، أنا لقيت رأي عالم عم يحكي هيك، في دين ها دين، أمر صغير سأل عالم واحد، أمر كبير بدك مجموعة علماء. بعهد الصحابة لما كان يستشار بأمر قال هذه لها أهل بدر، بدهم يتجمعوا عشرات صحابة لحتى يفتوا الفتوى، أمر عظيم هذا. أما هلأ الواحد بيقرأ عن نيت كلمتين خلاص هذا حلال هذا حرام، واضح؟ إذن في العمل الصالح لا بد أن يكون له دليل وليس له رأي شخصي. الأمر الآخر أن يكون فيه نفع، مو أي عمل صالح أنت بتظن أن والله أخي أنا هذا عمل صالح. العمل الصالح بده يكون فيه وراء نفع. الآن الله عز وجل عم يقول على الكلام، كل الكلام بحكيه أنا في هذا عمل صالح، لا، القرآن حدك لا خير في كثير من نجواهم إلا، الآن في تحديد لثلاث أشياء هي فقط النفع بكلامك، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الكلام النافع. اليوم برامجنا الفضائية الإذاعية أديش فيها كلام نافع من هدول؟ يعني لما بيكون دراسة قريبة طلعت 64% من البرامج التلفزيونية قائمة على السخرية، المألسة على الناس، شوف هذا طويل هذا قصير، شوف هذا وقع، شوف هذا أعمى عم نقطع له الشارع، عم طلع مو أعمى، شو الحديث الفاضي هذا؟ هذا راح، هذا إجا، هذا عمل، هذا أكل هيك، نحن والله واقفين عم نتصور سيلفي هلا، والله قدام الكعبة، شو استفيد أنا الآن؟ أنت قدام الكعبة، شوفوا الآن والله نحن بحالة خشوع، طيب شو استفيد؟ أنت مو بدك عمل صالح يرفع؟ العمل الصالح حدد القرآن، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، شوف كلامك، واحد من دول ثلاثة، هذا العمل الصالح يرفع. أما غير هيك غيبة، نميمة، تنابز بالألقاب، سخرية، نجوى في غير محلة، شو اللي عم تساوي؟ مرة ثانية، هي مواصفات والمقاييس. تعالوا إلى الشرط الثالث للعمل الصالح في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله. سلام على عباد الله الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وفى. إذن نتحدث عن ثلاثية العمل الصالح، وأن هناك ثلاثة شروط مجموعة في كلمة دنا. نريد دليل، له دليل، فيه نفع، ومعه إخلاص. عندي دليل على العمل اللي أنا بدي أكون فيه، بسم الله، في نفع، بسم الله. الآن أنا والله أنا بدي أعمل عمل صالح، الآن أيام العشر، في ناس الآن عم تحاول تدرك الحج أو تروح، طيب أنت الآن قارن، أنت الآن عندك حج غير حج الفريضة، عندك حج نافلة، طيب ما هو العمل الصالح الآن؟ أنا علي ديون، اطلع على الحج لما سدد ديوني؟ اسأل عالم، اسأله. أنا عندي مال زادة لحج نافلة، لكن عندي أخي رح يموت، عندي أخي مريض، عندي أختي مريضة. اليوم عجيب تسمع قصص، خلال هذا الأسبوع سمعت قصص يشيب لها الرأس، أخ والله بده يطلع الحج صار 10 مرات وأخته لا تجد طعام، لا تجد طعام. واحدة اتصلت فيني قالت لي أرجوك شيخ، يعني قل لهم بالجمعية لا يبعثوا لي لحمة. قلت لها ليش أختي الله يجزيه الخير؟ قال والله أنا لأنه ما عندي براد، وين بدي أحط اللحمة؟ قلت له هاد بهالحر وما عندي. قال ما عندي براد. من كلمة لكلمة، أخوها من كبار الناس المشهورين بعمل الخير، وين أختك؟ أنت عم تعمل عمل صالح، لكن وين عمل الصالح اتجاه أختك؟ وين لا يقبل الله صدقة امرئ وفي رحمه محاويج؟ وين هدول؟ أنت مو أنت اللي بتقرر ما هو العمل الصالح. أنا والله بدي أحفر بير بكذا، طيب وأهلك؟ أخواتك؟ أبوك وأمك؟ اليوم بتلاقي الشاب بتزوج أحلى عرس أحلى بيت، طيب فوت على بيت أبو أمه، إمتى منفوت؟ لما منفوت على عزاء أو عم نعزي حدا، بتلاقي بيت الأب والأم يعني يكاد ينهار من شدة
التعب في هذا البيت، الجدران، المي، الكهرباء، لكن فوت على بيته من أجمل ما يمكن. وين بر الوالدين؟ وين يعني عمل صالح؟ إيه والله أنا تزوجت، زوجتي هي جديدة، فأنا لازم ساوي بيت. طب وبيت أبوك؟ إمتى أكرام أبوك؟ أكرامه هو شاب لما هو كبير. وين إما يبلغن عندك الكبر؟ عندك يعني بياكلوا مثل ما بتاكل، بيشربوا مثل الشرب، قاعدين متمتعين بالبيت مثل ما متمتع. هو عنده سيارة، ومرته عنده سيارة، وابنه عنده سيارة، وأبوه عم بيروح بالمواصلات. وين هذا؟ أنو عمل صالح؟ أنو بر والدين هذا؟ الآن إذا لا يجب أن يكون له دليل فيه نفع، مثل ما قلنا الآن عمرة نافلة لما انفع الناس. وعلمكم القاعدة الشرعية، العبادة في الشريعة الإسلامية نوعان: عبادة لازمة وعبادة متعدية. العبادة اللازمة اللي تنفعني، صيام، صوم، صلاة، حج، هاي عبادة بتفيدني. مين العبادة المتعدية؟ الزكاة، الصدقات، إعانة الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أمشي في حاجة أخ لي خير لي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. لأن الاعتكاف في المسجد عبادة، ولك حسنات، لكن هي تلزمك. لكن العبادة المتعدية أن تسير في حوائج الناس، فبدك تنتبه. الآن الشرط الثالث والأخير: الإخلاص. كل هذا العمل إذا ما في إخلاص لله عز وجل، القيمة صفر. فقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. وين دليل هالكلام؟ الله عز وجل في الآية السابقة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآن دقق: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في واحد عم يحكي بالمعروف وعم يسعى الصدقة، بس عم يحكي هليك مشان يدعموه بالانتخابات، مشان الناس تزوجوا بناته، مشان يشارك فلان، مشان يظهر قدام الناس أنه محسن كبير. النبي عليه الصلاة والسلام اختصر المسألة، قال: أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: عالم وشهيد وكريم. العالم ليش؟ قال: أنت علمت، نعم صحيح عمل صالح، لكن علمت ليقال عالم، مجدوني، عظموني، حطوني بالصف الأول. أنت ما بتعرف حالك مع مين عم تحكي. نحن السادة العلماء، نحن السادة الأكابر. طيب أنت مشان يقولوا عنك عالم، قالوا عنك عالم يوم القيامة: يا رب ليش أنا بدي أدخل الجنة؟ يا رب إنما فعلت ما فعلت ابتغاء مرضاتك. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول له: كذبت، إنما علمت ليقال عالم. الجواد: والله أنفقت، يا رب أنفقت في سبيلك. يقول الله عز وجل: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. وقد قيل مثل بعض الناس أنه والله أخي هذا عالم ونفع البشرية، جميل، على يعطيه العافية، ما أخذ ثوابه بالدنيا لما كان عم يساويها في سبيل الله عز وجل. فارق كبير. كل ديننا قائم إذا عملك لله يقبل، لغير الله روح دور يلي عملت له، روح خذ ثواب منه. ما بدأ بأمر بسيط جدا. وكذلك الشهيد: والله قاتلت فيك يا رب. يقول له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء أو شجاع. وقد قيل. لذلك العمل الصالح بدك تعرفه عمل صالح ورفع إلى الله عز وجل، الأمر سهل جدا. مثل ما عمل لك الآن نموذج بسيط: أنا عندي الآن أسعى بحج نافلة، بيدفع واسطات، بيدفع رشاوي، هذا كله لا يجوز. طيب الآن أنا بين خيارين: اسعى بحج أسرع بسرعة وادفع لما حول هذا المال إلى من هو بحاجة إليه، وخاصة من أقاربي. إذا في إخلاص لله وفي عم تبحث عن الدليل وعن النفع، الدليل يقول لك: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. النفع المتعدي أن تسعى في صلاح أهلك وفي إعانة الفقير والمريض منهم، أهلك أولاً قبل الجمعيات وقبل الجهات الثانية. والثالث أنه إخلاص لله تعالى. ليه؟ لأنه والله أنا أقاربي ما لح يمدحوني، بس الناس تاني بجوز يجيني مدح، فأنا إذا بدي إخلاص لله روح ساوي هيك. هذه الأيام العمل الصالح، تفكر بهالعشرة أيام، هل أعمالي صالحة؟ هل تقبل عند الله؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل صباح: اللهم إني أسألك عملا نافعا متقبلا. هو النبي عليه الصلاة والسلام
والقرآن ماذا يقول؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خايفين، يعني جايبين الأعمال كل الصالحة وخايف يتقبل أو لا يتقبل، لأنه بركي ما كان إخلاص لله عز وجل، بركي كان في نية تانية، بركي عم بعطي مشان فلان يشوف، مشان فلان يعرف. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه الأيام أيام العشر أيام أعمال صالحة متقبلة، وأن يعلمنا أن العمل الصالح له شروط. أول شرط أنها لا أعمل عملا صالحا إلا بدليل شرعي يقول به العلماء لا رأي الشخصي. الأمر الآخر أن فيه نفع عام أكبر من النفع الخاص. الأمر الثالث أن فيه إخلاص لله تعالى لا رياء أمام الناس.